ما زالت حرب الإبادة تتواصل فصولا حاصدة العديد من الشهداء والجرحى والتدمير لكل ما هو قائم فوق قطاع غزة، سواء المنازل أو المنشآت المدنية أو المدارس والمستشفيات أو دور العبادة أو مراكز الإيواء للنازحين أو حتى المقرات الدولية ومقرات البعثات الدبلوماسية ومقرات المكاتب الإعلامية والصحفية، ليتأكد بأن العدو يشن حرب شاملة على الشعب الفلسطيني. لكن بالمقابل ما زالت المقاومة صامدة، ما زال الشعب صامد. المقاومة تقاوم فوق أرضها ببسالة وتوقع العديد من الخسائر بين قتيل وجريح في صفوف القوات الغازية. ليبدو وكأن المقاومة الفلسطينية لا زالت في الأيام الأولى من العدوان، نظرا لقدرتها على امتلاك الميدان مناطق الشمال، في مناطق بيت لاهيا، بيت حانون أو جباليا، وصولا إلى رفح وخان يونس، مرورا بمناطق وسط غزة. كل هذه المناطق كانت مقبرة للغزاة الصهاينة. اليوم هناك صفقة مقدمة من الرئيس الأمريكي، هي بالأساس صفقة إسرائيلية، لكن بالتأكيد نحن كفلسطينيين وكفصائل مقاومة معنيين بشكل أساسي بوقف العدوان بشكل كامل عن شعبنا الفلسطيني وانسحاب القوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل أراضي قطاع غزة، والوصول إلى صفقة تبادل مشرفة للأسرى، ثم رفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال المواد التموينية والمساعدات الغذائية، وإيجاد صيغة تضمن إعمار ما دمره العدوان. الكرة الآن في الملعب الصهيوني. نعلم أن العدو في أزمة كبرى نتيجة الانقسامات التي يعاني منها، سواء داخل الحكومة أو داخل مجلس الحرب أو داخل الحكومة وخارجها. في معظم الأحوال لا يكفي أن تقدم الإدارة الأمريكية صفقة لكي نقول أننا بتنا في الأيام الأخيرة للعدوان، بل مطلوب من الإدارة الأمريكية أن تقدم ضمانات لالتزام الاحتلال بوقف شامل للعدوان، مع التأكيد الدائم لما قالت به كل فصائل المقاومة، أننا معنيون أو منفتحون على كل صفقة وكل اتفاق يضمن نهاية العدوان على شعبنا الفلسطيني. مع كل التحية والتقدير.